وهو اسم الله الوهاب الوهاب تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. أيها الأحبة، الوهاب جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع، فقال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة الكرام، والمعنى اللغوي لهذا الاسم، معنى اسم الله الوهاب في اللغة، والواهب أو الهبة هي الإعطاء تفضلا وابتداء من غير استحقاق ولا مكافأة. الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض ولا غرض وبغير قدرة من الموهوب على كسبها، ولا تكون هبة إلا بهذين الركنين: التملك، الثاني بلا عوض، ومنها مأخوذ اسم الله الوهاب. فالوهاب هو كثير الهبة والعطايا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الوهاب، يهب لعباده واحدا بعد واحد ويعطيهم، فجاءت الصفة على وزن فعال لكثرة ذلك وتردده، فهو الوهاب سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، لو أننا نظرنا أو تأملنا في هبة الله تبارك وتعالى أو هبات الله تبارك وتعالى لعباده، لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى، يعني لو تدبرنا المعنى الشرعي أو المعنى العقدي لاسم الله الوهاب في حق الله تبارك وتعالى، نقول: والذي يهب العطاء دون عوض ويمنح الفضل بغير غرض. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك بلا ثمن، لأن الوهاب سبحانه وتعالى هو الذي يريدك لنفسك، لا يريد منك شيء، فهو الغني عنك وهو الغني عن عبادتك، فكل ما في يدك هبة منه سبحانه وتعالى، وكل ما في جسدك هبة منه سبحانه وتعالى. النفس الذي تتنفسه وتعيشه إنما هو هبة من الوهاب لك، لا يأخذ أجرا عليه سبحانه وتعالى، لا يريد منك شيء. قال الخطابي: الوهاب والذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة، أي من غير طلب للثواب من أحد. هل أن الله سبحانه وتعالى طلب منك شيئا على عطائه؟ هل أن الوهاب سبحانه وتعالى طلب منك شيئا على هبته؟ أبدا والله. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من الذي فعل ذلك؟ إنه الوهاب سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فانظر إلى هباته سبحانه وبحمده، تتابعت نعمه وفاض كرمه وزاد بره وكثر خيره سبحانه وتعالى. لو أنك نظرت حولك في الكون الفسيح ونظرت في أحوال الناس، تجد أن الوهاب سبحانه وتعالى له شؤون في خلقه وله هبات وعطايا، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويشفي سقيما ويخصب عقيما ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا سبحانه وتعالى، ويفك عانيا ويكسو عاريا ويصلي صابرا ويزيد شاكرا ويقبل تائبا ويجزي محسنا ويعطي محروما وينصر مظلوما
ويخصم ظالما، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويزيل لوعة، كلها هبات منه سبحانه وتعالى، لا يريد من عباده شيئا، فهو الغني عنهم، وكل ذلك في غير استحقاق من عباده، ولا حق لهم عليه، لا حق لهم عليه. ولله ضر القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن نعموا فبفضله، أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. لذلك قيل الوهاب هو المتفضل بالعطايا الذي ينعم بها، لا عن استحقاق عليه، بل هي محض تفضل منه، وما دفع أحد من خلقه ثمنا لها ولا كافأه عليها تبارك وتعالى. وقيل أيضا: أيها الأحبة، الوهاب هو الذي يجود بجزيل العطاء والنوازل، كثير المن والإفضال واللطف والإقبال، يعطي من غير سؤال، ولا يقطع فيما يحبه الآمال سبحانه وتعالى. انظر إلى هباته جل جلاله، تحدثك عن خالقها وواهبها بأفصح لغة سبحانه وتعالى. فانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. الآيات تستنطقك أن الوهاب سبحانه وتعالى هو الذي وهب، وهو الذي نعمنا بهذه الهبات. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله سبحانه وتعالى، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيها الأحبة، هبات الله في خلقه ومع عباده كثيرة، ولها مظاهر لا تخفى على أحد، لأن الوهاب سبحانه وتعالى كما قلت لك، كل شيء وكل ذرة في جسدك وكل نفس تتنفسه إنما هو هبة من الوهاب سبحانه وتعالى. تخيل لو أنه طالبك بالأجر، تخيل لو أنه طلب منك ثمنا على ذلك، ماذا كنا سنفعل؟ وإنما بفضله وكرمه ومنه، إنما هي هبات منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى، لو أنك تدبرت في حالك، يظن البعض أن الهبة إنما هي مال، أو يظن البعض أن الهبة جاه ومنصب. لا والله، وإنما هبات الله وعطاياه أكثر من ذلك. قال تعالى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا على لسان موسى عليه السلام. فالولد الصالح هبة، قالت تعالى عن نبيه عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وقال عز وجل عن نبيه داود عليه السلام: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه وهاب. فمن هبات الله تبارك وتعالى الظاهرة الولد الصالح، كذلك الزوجة الصالحة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والأهل هبة من الله سبحانه وتعالى، والأخلاق الطيبة هبة، الأخلاق الطيبة هبة منه سبحانه وتعالى، من الوهاب. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أيها الأحبة، هذه تطوفة بسيطة
مع اسم الله الوهاب، وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يهب لنا ولكم من فضله، إنه الوهاب سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يستخدمنا وإياكم لخدمة دينه سبحانه وتعالى.